أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الثالثة أو فروض الدورة الثانية أو الفرد الأول للدورة الثانية بالنسبة للمستوى الخامس، أشوف نموذج للفرد الأول الدورة الثانية مادة الفرنسية بالنسبة للمستوى الخامس كونترول نيميرو 1 سيمستر 2. بالنسبة للنموذج على شكل PDF علقوا الوصف تدربوا على النماذج. On va commencer. Lis le texte attentivement et réponds aux questions de compréhension. إذن نقرأ النص قراءة جيدة بعد أن نجيب على الأسئلة ديال الكومبريهنسيون. L'automobile est un outil indispensable utilisé pour le transport terrestre capable de se déplacer grâce à un moteur. Dans ce côté, les automobiles peuvent fonctionner par le diesel, l'essence ou bien de l'électricité. En 1886, le grand innovateur allemand Gottlieb Daimler a inventé le premier moteur à essence, ce qui a permis à donner un pas vers l'avant dans le développement de l'industrie des automobiles. OK, إذن بالنسبة للنص فهو يتحدث على اختراع السيارة وأنه واحد أداة مهمة بالنسبة للتحرك أو ترونسبور النقل الأرضي قادرة أنها تتحرك بواسطة واحد الموتور. بالنسبة لهاد الكوتي لي زوتوموبيل يعني السيارات ممكن تخدم بالديازل بالليسونس يعني مازوت ولا ليسونس وكذلك بالكهرباء. بالنسبة سنة 1886 بالنسبة لواحد الانجينيور غوتليب دايملر هو اللي اخترع أول موتور بالليسونس اللي مكن باش يعطي خطوة في تطور صناعة ديال السيارات. إذا هذا هو شرح النص. إذا نجيب على الأسئلة. كيستيون 1 دوني ولا دون ان تيتخ سو تكست. إذا بالنسبة للتيتخ باين كيهضر على لا كرياسيون دو لوطوموبيل ولا نكتبو اون جينيرال لوطوموبيل. إذا لو تيتخ دو تكست إذا زولو ماجيسكول إذا لو تيتخ دو سو تكست إذا نكتب لو تيتخ دو سو تكست إي دو بوان دو سو تكست مباشرة إذا لوطوموبيل. L'automobile ou la création de l'automobile. Très bien. Et donc, on passe à la question suivante. Et donc, combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Et donc, qui me coûte le paragraphe loula, on a un paragraphe, mais le paragraphe loula ou le paragraphe tania. Les qui te m'a, ok, il y a une bêche qui mise ou les paragraphes. Qu'est-ce qu'il y a la ligne, ou le retrait de la première ligne ou le paragraphe, les contrats, les bidets de paragraphes. Et donc, il y a deux paragraphes. Il y a deux paragraphes. Très bien. Donc, il y a deux paragraphes. Donc, je vous fais paragraphes. Très bien. On passe à la question 3. D'après toi, de quoi parle le texte? Bien sûr, qui m'a choufna, un nas qui est dans la liège, qui est dans l'automobile. Elle parle ce texte, ok? Alors, de quoi parle? Le texte parle de la création de l'automobile. Le texte parle de la création, ou la création de l'invention, parle de la création, ok, de l'automobile, de la création, tira sayara, etc. De l'automobile, et en nafhad wahda, عندكم tira sayara, ou tira. Ce texte, ou là le texte, parle de la création de l'automobile. Très bien. 4. De quel type de ce texte s'agit-il? Coche la réponse adéquate. Idem, c'est un texte narratif, informatif, explicatif. Idem, بالنسبة للنص نوعيات النص واش narratif sardi يحكي. بالنسبة للنص هو يتحدث عن السيارة. إذن ما يكون شي narratif لا يحكي بل كيحكي على واحد الاختراع. إذن explicatif يشرح. هنا عندكم تكست كيما شفتوا في لونيتي. بالنسبة للتكست هنايا كيعطي معلومات على الكرياسيون دو لوطوموبيل. اذا فهو انفو اذا ناراتيف ولا انفورماتيف ولا اكسبليكاتيف. اذا سي ان تيكست انفو انفورماتيف. اذا غنمشيو للسؤال 5. كومو اي ديفيني لوطوموبيل او ديبي دو سو تيكست. اذا نصيت لكم على الجواب التعريف النص لا ديفينيسيون اي التعريف. لوطوموبيل اي ان اوتي انديسبونسابل يوتيليزي بور لو ترونسبور تيرستر كابابل دو سو ديبلاسي اغراس. هنايا هذا هو التعريف اللي عطينا في النص. لوطوموبيل هنا بالنسبه للتعريف اللي عطينا في النص ممكن نزيدو عليه ممكن نكتفي بهذا القدر. اذا لوطوموبيل اي ان اوتي انديسبونسابل يوتيليزي بور لو ترونسبور تيرستر
capable de se déplacer grâce à moteur. ممكن نكتبوا هذا الجواب كامل، ممكن نكتبوا غير هذا الجواب راه صحيح. Très bien. اذا هذا بالنسبه للجواب ديال السؤال الخامس. On passe à la question 6. Relève du texte un synonyme du mot voiture. اذا هنا synonyme. اذا relève du texte un synonyme du mot voiture. اذا synonyme هو المرادف. هنا synonyme عندنا ديال voiture هي اوتوموبيل. اذا نكتب اذا هنا le synonyme le synonyme de mot voiture de point li huwa mada automobile. اذا نكتب automobile. اذا automobile. Très bien. اذا سالينا question 6. On passe à la question 7. Qui est l'ingénieur qui a inventé le moteur à essence? اذا قال لك شكون هو الانجينيور اللي يعني اللي اخترع اول موتور ا ايسانس بالنسبه للطوموبيل؟ هو غوتليب. اذا نكتبوا النص على حسب النص هنايا غوتليب دايملر. اذا هو مخترع الماني او يعني انجينيور الماني هو اللي اخترع السياره اول سياره بليسانس. اذا نكتبوا لو غون انيفاتور على حسب الجواب اللي كاين في النص. لو غون اي نو فا le grand innovateur. اذا نحاولوا نصغروا الكتابه باش نكتبوا اختراع هنا ما كيخليوش الفراغ بزاف. الماند اوكي نكتبوا بالنص. اذا هنا جو كليب اوكي دايملر اوكي كتبوا باش ما تخطئوش من النص. اذا سالينا بالنسبه السؤال. إذن بالنسبة هذا هو المخترع. إذا on passe à la question 8. Parfois peut fonctionner les moteurs de voiture aujourd'hui إذن par l'électricité. إذن بالنسبة للسيارات ممكن تمشي بالمازوت، ممكن تمشي بالليسانس، وكذلك الجديد اللي غيكون اليوم ممكن تمشي بالكهرباء. إذن par l'électricité. Très bien. يعني بالكهرباء. On passe à la question lexique. إذا recopie les expressions suivantes en formant des couples synonymes. إذا عندنا مجموعة كلمات سنحاول نعطي كل كلمة مرادف ديالها. إذا دب وحدة بوحدة. voiture. أوكي. alors voiture. أوكي. غنقولو مرادف ديالها automobile. automobile. très bien. on passe. alors كاين عندنا luire. luire شي حاجة كتبري. إذا luire. إذا مرادف ديالها briller. très bien. briller. Ok, on passe à autre mot. Remporter. Il a remporté le cas, يعني gagner. Il a remporté, يعني ربح. Il a gagné. On passe. Il a قلينا بالنسبة لبريش نها invention. Invention مرادف ديالها quoi؟ هو création, اختراع. Création أو اكتشاف. هذو كلمة مرادفات. إذا قلينا immeuble. المرادف ديالو باتيمون. اوكي با اذا با هنايا ب سيركونفليكس. اذا باتيمون. بقى لينا كونستاتي. اذا كونستاتي بالنسبه للمرادف ديالها voir. اوكي alors on constate يعني نرى on voit. ممكن نقولوا voir. اذا voiture, automobile, luire, briller, remporter, gagner, invention, création, immeuble, bâtiment, constater, voir. On passe à l'intrus. Question 2. Bar l'intrus, il y a, chaté bar l'kalima ad-dakhila. Idan, éducation, éduquer, éducateur, école. Idan, benisbal had l'kalimat. Kamlin, yani, nafs la famille, nafs l'a'ila. Mais, école, dakhila alihum, idan, chaté bar l'ya. Anna, ami, amitié, animal. إذا الكلمة الدخيلة على الكلمات كاملة نفس العائلة. إذا animal هي الكلمة الدخيلة عليهم. On passe à la question 3. Recopie les mots suivants en couple d'antonyme. إذا نحاولوا العكس ديال السؤال الأول. هنا يعملنا مرادفات، هنا نعملوا ضد الكلمة. إذا نبداو بوحدة بوحدة. إذا hier بارحة. إذا بالنسبة لhier العكس ديالها، إذا بالنسبة لhier العكس ديالها الرمز العكس بهذا الدياز. إذا عكس hier هي ماذا؟ عكس hier هي aujourd'hui. عكس hier عندنا هي aujourd'hui.
عكس hier aujourd'hui. Très bien. إذن on passe à la question إذن عكس hier aujourd'hui. إذن نمشيو كلمة أخرى. إذن بالنسبة إذن العكس ديال hier aujourd'hui. إذن بالنسبة نمشيو مال maladroit. بالنسبة مال maladroit. إذن عملنا العكس ديال maladroit. إذن بالنسبة نزولو هذاك البريفيكس وعيبقى عندنا نزولو مال وعيبقى عندنا adroit. Très bien. نمشيو capable. كابابل العكس ديالها إذن نزولو هو نزولو هنا نزيدو البريفيكس إن ونقولو انكابابل. تخي بيان نمشيو بوسيبل ممكن شي حاجة ممكنة نزيدو البريفيكس إم وعتولي مستحيلة اللي هي امبوسيبل. تخي بيان إذن نمشيو بالنسبة لكلمة أخرى إذن بالنسبة عندنا ديفيسيل شي حاجة صعيبة ديفيسيل العكس ديالها فاسيل شي حاجة سهلة. إذن بالنسبة إذن باش يبان لكم إذن بالنسبة الفاسيل إذن نمشيو كلمة أخرى انكاباب شفناها امبوسيبل إذن بقات لينا غران. إذن بالنسبة لغران العكس ديالها بوتي بالنسبة لغران العكس ديالها بوتي إذن غران. إذن شوفوا عدد الكلمات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دائما خدموا بهذه الطريقه باش يكون سهله. اذا هنا 6 وهنا 6 اذا عندنا 12 اذا سالينا ليكسيك اون باس ا غرامير دون لي فراس سويفونت اون كادر لو كومبليمون اوبجي ديريكت اي اون تور لو كومبليمون اوبجي انديريكت. اذا بالنسبه للكومبليمون اوبجي ديريكت بحال مفعول به في الجمله باش نعرفوا كنسولوا سؤال اما كوا ولا كي وباش كنعرفوا كيكون قبل منه دي زارتيكل ديفيني ولا هنا دي زارتيكل ديفيني بحال لو ولا لا ولا دي اكسيتيرا. اذا بالنسبه للكومبليمون اوبجي انديريكت كيكون كنسول سؤال اما دو ولا دو كوا دو كي اكوا دو كوا اكسيتيرا وكيكون قبل اذا مثلا دو كي اذا دو كي وكيكون بالنسبه قبل من هاد العكس ديال كومبليمون اوبجي ديريكت. الكومبليمون اوبجي انديريكت كيكون عندنا قبل الاسم اللي كيمثل كومبليمون اوبجي انديريكت واحد بريبوزيسيون بحال ا اكسون ولا دو. اذا نشوفوا الجمله الاولى nous avons demandé des explications de cet agent commercial. Nous avons demandé quoi des explications. اذا des explications هو كومبليمون اوبجي ديريكت اذا نعطرو كومبليمون اوبجي ديريكت اذا نعطرو على اذا نعمل هنايا اطار او دائره اذا على حسب إذا مطلوب منا إطار إذا نعملو إطار على complément objet direct des explications et entoure le complément objet indirect. إذا هنا نشوفو هنا nous avons demandé de quoi إذا هنا de cet agent qui est complément objet quoi indirect. إذا نعملو دائرة على هاد الكلمة. نمشيو الجملة الثانية ils ont téléphoné à leur maman. Ils ont téléphoné à qui. إذا عندنا قبل الاسم بريبوزيسيون إذا هذا كومبليمون اوبجي انديريكت إذا ندور عليه ا لور مامون ممكن تكتبوا غير لور مامون. تري بيان جو مونج لو كوسكوس. جو مونج كوا كيما كتشوفوا هذا الاسم قبل منه واحد لارتيكل هو لو إذا كان عندنا قبل منه لو ولا لا ولا ما عندنا شي ا بريبوزيسيون ا اكسون ولا دو فهذا كومبليمون اوبجي ديريكت. إذا هنا غنعمل اطار إذا هنا غنعمل اطار على ياش على لو كوسكوس. تري بيان نمشي جملة الموالية جو مو سوفيان دو مون بارفان بريفيري. جو مو سوفيان دو كوا. جو مو سوفيان دو كوا قبل هاد الاسم عندنا دو اذا فهذا كومبليمون اوبجي كوا انديريكت اذا ندور عليه اذا هذا كومبليمون اوبجي انديريكت. تري بيان اذا لانفونتور اليم لورديناتور. لانفونتور اليم كوا اذا لورديناتور قبل هاد الاسم عندنا ال ابوستروف اللي كتمثل لو اذا حيت عندنا هنايا دو فوايل إذا هذا كومبليمون اوبجي ديريكت إذا غنأثر عليه إذا غنعمل إطار على أورديناتور. À l'occasion de la journée mondiale de la femme, il donnera un cadeau à sa maman. إذا il donnera quoi? Il donnera un cadeau. إذا هنايا عندنا un cadeau كومبليمون اوبجي ديريكت إذا غنعمل إطار. À sa maman هو كومبليمون اوبجي انديريكت. Il donnera à qui? À sa maman قبل اسم عندنا بريبوزيسيون à accent. إذا هذا أشنو كيمثل؟ كيمثل complément objet indirect idan ndour ali. Très bien. Idan salina la question grammaire idan on passe à la question suivante. Idan bnisba souline quoi? Souline déterminant article défini article indéfini puis classe-les dans le tableau ci-dessous.
très bien نحولوا بالنسبه لي زارتيكل ديفيني كاين لو لا لي وبالنسبه لارتيكل انديفيني كيكون ان ولا اون ولا دو دي وكيكون قبل الاسم كيحدد لنا لو جونغ اي لو نون يعني لو جونغ اذا واش مذكر ولا مؤنث ماسكولا ولا فيمينا ولو نون بالعدد واش سانديلي ولا بلوريال لا نوفيل تكنولوجي اذا عندنا لا اوكي دو جوردي اي لي زانفونسيون اوكي اذا aujourd'hui les inventions d'aujourd'hui hier jouent vraiment un rôle extraordinaire pour rendre notre vie quotidienne très facile parmi ces inventions modernes il y a le smartphone la télévision la machine à laver là ok on a la machine là on a aussi la machine à coudre le poêle le mélangeur à pain le lave-linge électrique etc اذا نحاولوا نكتبوا بالنسبه لديتيرمينو اذا هنا كيهضرنا على نوفيل تكنولوجي بالنسبه لاختراعات البارحه ولا كتلعب واحد الدور مهم بالنسبه باش تخلي الحياه سهله بالنسبه للاختراعات كاين سمارت فون تليفون تلفزيون كاين اله غسيل كاين اله الكودغ ديال الخياطه كاين ميلونجور اللي تخلط الخبز يعني خلطات العجين كاين لو لاف لانج الكتريك ايتترا ديال غساله القشوع يعني غساله الاواني الى اخره اذا نشوفوا لي زارتيكل ديفيني اللي كاينه كاينه لو كاينه لا وكاين اوسي لي تري بيان بالنسبه لي زارتيكل انديفيني شفنا ان اوكي وشفنا اوكي كاينه غير ان اذا لي انفونسيون ان اوكي كاينه غير ان اذا حسب اش ما عندنا اوكي كاينه لا لي ان بالنسبه اوسي لو بالنسبه لا لو تري بيان كاينه غير ان تري بيان On passe à la question 3. Souligne l'adjectif qualificatif épithète et entoure l'adjectif qualificatif attribut. Alors, أول حاجة شنو هو l'adjectif qualificatif هو صفة. يعني يمكن نقول شي حاجة كبيرة ولا صغيرة ولا شي حاجة زوين ولا خايب etc. هنا الصفة ديال واحد الاسم. الصفة ديال الاسم فيها l'adjectif épithète وفيها attribut. طريقة سهلة وغنشوفوها انت لاخا من الاكسيرسيس. ما كيكون ما بين مثلا صفة والاسم اللي كنوصفو حتى حاجة يعني بحال بال في كنسميه في هذه الحاله ايبيتات ملي كيكون ما بين الاسم والصفه واحد فيرب ديتا بحال اتر سومبلي باراتر كيتسمى اتريبي اذا شنو مطلوب منا هنايا اون با سولي لادجكتيف ايبيتات اون تور ان تور على لادجكتيف اتريبي تري بيان سيت اوم اي جينيرو اذا هذا رجل كريم كما كتشوفوا ما بين صفه جينيرو اي اوم كاين فيرب اتر فيرب ديتا اتر اذا هذا ادجكتيف attribu اذا ندورو عليه اذا ندورو على جي جينيرو تري بيان اون باس ا لا فراس سويفون سي ستاسيون سولير سون جيانت اذا ستاسيون اوكي سولير شمسيه اذا هذه صفه كذلك ما بين ستاسيون سولير ما كاين حتى حاجه اذا هذا ادجكتيف هنايا عندنا ادجكتيف ايبيتات اذا مطلوب منا اننا نسطرو عليه اذا نسطرو على ماذا نسطرو على سولير تري بيان اذا نمشيو هنايا بالنسبه ستاسيون سومبل جيونت اذا جيونت هي صفه اذا كنشوفو ما بين الاسم وجيونت كاين واحد فيرب ديتا اللي هو فيرب سومبلي اذا هذا شنو كيتسمى كيتسمى اتري اتريبو اذا ندور عليه اذا ندور على جي جيونت اذا في الجمله عندنا الاول ايبيتات والثاني اتريبو نمشيو الجمله الثالثه لينيرجي رينوفلابل اي بريمورديال بور لي بروشين اني اذا لينيرجي يعني الطاقه المتجدده اذا رينوفلابل صفه اذا ادجكتيف اذا كما كنشوفوا ما بين لينيرجي رينوفلابل ما كاين حتى حاجه اذا هذا شنو كيتسمى كيتسمى ادجكتيف كوا كيتسمى ايبيتات اذا طمنا انني سطر عليه اذا نعمل سطر تحت غونو رينوفلابل تري بيان اذا هنا نعمل غونو رينوفلابل اي بريمورديال بور لي بروشين اني بريمورديال اذا بريمورديال صفه ما بين لينيرجي بريمورديال كاين واحد فيرب اتر لي هو فيرب ديتا اذا هذا سي تان ادجكتيف اتريبو اذا اش ما نعمل هنايا ندور عليه اذا هنا غيكون عندنا ماذا دائره اذا بالنسبه لبريمورديال تري بيان لينا اي هوروز دافوار اوبتوني لا بروميير نوت دو سا كلاس لينا اي هوروز اذا هوروز سعيده سي با ما بين هوروز ولينا كاين فيرب ديتر ايتا اذا هوروز سي تان اوكي ادجكتيف اتريبو اذا ندور على هوروز تري بيان دافوار اوبتوني لا بروميير نوت دو سا كلاس
إذا هي فرحة لأن حصلت على أول نقطة، النقطة الأولى. إذا بخوميييغ فهي صفة ما بين بخوميييغ ونوت ما كاين والو، إذا هذه أدجكتيف إيبي إيبيتات. إذا غنعملو هنايا أوكي واحد سطر. غنمشي الجملة الموالية، جاي لو أن دوكيمونتيغ كي لاير باسيونون. إذا قلت واحد دوكيمونتيغ لاير باسيونون، إذا ما بين لاير وباسيونون ما كاين حتى حاجة. إذا هاد باسيونون سي أن أدجكتيف كاليفيكاتيف إيبي إيبيتات. إذا غنعمل سطر تحت منه. لو غران بارك إي أوفير أو بوبليك، لو غران بارك. إذا غران صفة بارك، بارك يعني ما بين الصفة والاسم بارك اللي كنوصفوه. إذا ما كاين حتى حاجة. إذا عندنا هذا شنو كيتسمى أدجكتيف إيبيتات. إذا غنسطر على غران. تخي بيان. إذا غنمشيو إي أوفير. إذا ما بين أوفير و بارك كاين فيرب إتر لي هو فيرب دات إي. إذا هذا أدجكتيف أتريبي. إذا شنو غنعمل؟ غندور عليه. إذا غنعمل دائرة على أو أوفير. تخي بيان. نمشيو مباشرة للكونجيكاسيون. إذا كاستيون 1 كومبليت لي فراس دي سو en mettant le pronom personnel convenable. إذا هنا عندنا الجملة فيها الفعل مصرف وحنا نحدو البرونون بيرسونيل واش جو ولا تي ولا إيل ولا إل ولا نو ولا فو ولا إل افيك إس ولا إل فيمينا. إذا أول حاجة عندنا شونجوغا أبلوديغا. إذا هاد الأفعال مصرفين في الفيتور سامبل. إذا بالنسبة للفيتور يعني شي حاجة غتوقع أبخي من بعد. إذا بالنسبة للفيتور سامبل سهل في التصرف ديالو، سيرتو عندكم غير فيرب برومي غوب اي دوزيام غوب. اذا هذاك الفعل كنزلو كما هو، يعني كان برومي غوب كنزلو كامل ب او ار، كان دوزيام غوب كنزلو كامل ب اي ار، وكنزيد لي تيرمينيزون ديال فيتور اللي هي في جو ا اي تي ا اس في ايل. اوكي عن هنا في ايل. اوكي عندنا بالنسبه لايل عندنا ا، وعندنا في نو عندنا او ان اس، وعندنا فو زد، وعندنا في ال افيك اس. ردوا البال ال افيك اس عندنا في الفيتور او ان تي. اوكي اذا عندنا هنا شونجورا. اذا شونجورا سافو دير ثروزيام بيرسون سينغولير. اذا هنايا بالنسبه للبرونون غيكون اما اوكي اما ال ولا ال، اذا على حسب شنو عندنا مذكر او مفرد. اوكي اذا هنا غيكون عندنا ايل ولا ال. ابلوديران اذا عندنا او ان تي، اذا غيكون عندنا ايل ابلوديران لي جوور دو ليكيب ناسيونال ا لور رونتري. اذا هنا عندنا نكتبو هنا بالنسبه ايل افيك اس. اذا ايل افيك اس انجستريرا. اذا نفس الحاجه عندنا انجستري بالنسبه للفيتور انجستريرا يعني ا اون ايميسيون تيليفيزي دومان ماتا. اذا il enregistrera يكون عندنا اوكي troisième personne singulier او ممكن تكون elle اوكي avec هنا عندنا féminin. très bien. اذا هنا بالنسبه للدي accomplira les tâches exécutées. اذا عندنا ons ça veut dire يكون عندنا هنا nous. اذا pronom اللي يكون عندنا هنا nous. très bien. nous accomplirons les tâches à exécuter. هنا كذلك في il applaudiront qui sont les joueurs de l'équipe nationale il ممكن هنايا حنا عملنا ال افيك اس سيرتو ليكيب. اوكي راه ممكن تكون تا فيمينا ممكن تكون ال افيك اس مؤنث. اذا غنمشيو كيسيون 2. اذا بالنسبه سولين دون لو تيكست سويفون لي فيرب كي سون كونجوغي او فيتور. اذا كي سون كونجوغي او فيتور اي دون لانفينيتيف دو شاك فيرب. اذا نحاولوا نسطروا على الافعال اللي مصرفه في الفيتور ونحدوا لانفينيتيف ديالها. إذا مون شير انسينيانت ريم نزا دوموندي دو فير ان بروجي دو كلاس اون غو. إذا الأستاذة ديالنا طلبت منا أننا نعملو واحد المشروع القسم بمجموعات. هاد سو بروجي بور سوغ لو سوجي دي كرياسيون لي زانفونسيون. بالنسبة للمشروع فهو يحمي الموضوع ديالاش ديال الاختراعات اللي عندكم في الوحدة الرابعة. إل ساجي دي لابوغاسيون دان ديبليون افيك دي زيماج دو تيكست كويرون. إذا لحد الآن هاد الأفعال كاملين مصرفين في الخيزون. إذا نمشيو دومان. إذا دومان سافو دير غدا. إذا شي حاجة غتكون فيتور. Après-midi, j'irai à la bibliothèque. Et dans j'irai, le film sera fait futur. De l'ancienne Médina avec mes amis en classe. Il y a un temps de chier. Il y a un moussard belan. Il y a le moussaba. Il y a un moussaba. Il y a un moussaba. Nous exécuterons. Et dans, il y a un film qui est le moussaba. Il y a un exécuté comme là. Il y a un terminaison. Et dans le film sera fait futur. Plein de recherches sur des inventeurs très connus. Il y a un bzaf ou des recherches à bhat. على المخترعين المعروفين. سميحة فورا لا ليست دي زانفونسيون.
إذن verb faire fera إذا مصرف في الفيتور. La liste des inventions les plus célèbres. Nous pourrons إذن pourrons كذلك فعل مصرف في الفيتور. Réaliser un exposé prolifique et chacun de nous devra إذن verb devoir يعني devra مصرف في الفيتور présenter son invention préférée. إذن présenter son invention préférée. إذن دابا نحاول نحدد الانفينيتيف ديال كل فعل. إذن بالنسبة للverb إذن هنا إيري verb aller. إذن هذا verb إذن نكتبو هنا verb aller. إذن verb aller. أوكي verb aller. إذن نمشيو بالنسبة لفورا نمشيو لإكزيكيتور. إذن نحاول نعمل لكم سهم بعد نحدو الفعل يعني في الانفينيتيف. إذن الفعل هنا عندنا سي كوا سي إكزيكيتي. إذن إكزيكيتي فعل نزولو غير لي تيرمينيزون عنزل الفعل هذا verb دو بخومي كو. verb هنا بالنسبة لفورا إذا عندنا فورا هذا verb كل verb سي verb faire مصرف فيتور verb faire. نمشيو بالنسبة لبوغون إذا عندنا هنايا بوغون إذا نكتبو هنايا بالنسبة لبوغون سي verb pouvoir هادو سو سون دي verb دو troisième groupe pouvoir. نمشيو بقى لينا verb واحد اللي هو هنا devra إذا كل verb سي verb de devoir devoir très bien. إذن سالينا سؤال ننتقل on passe à la question OK 3. Relis par une flèche les verbes conjugués au pronom personnel convenable. إذن عندنا البرونوم نحاول نربط كل برونوم بالفعل يعني مصرف. إذن رجعوا ونشوفوا لي تيرمينيزون. إذن هنا il réagirait. إذن هنا عندنا donné finissait هادو سو سون دي فيرب à l'impératif وهنا سو سون دي فيرب au futur. إذن إل خاص يكون عندنا تيرمينيزون أ إذن هنا إل سورا. بالنسبة جو أ إي إذن غيكون عندنا جو رياجيغي. فو خاص يكون عندنا إو زيت في الآخر غنقولو فو بخوندغي. وبالنسبة نو غنقولو نو رونكونترون. إذن بالنسبة سالينا بالنسبة لهاد لاباغسي الجزء الأول أغوش نمشيو ليمين. إذن بالنسبة للفيرب مصرف أ لامبيغاتيف إذن عندو في تيرمينيزون ديالو أ إي إس في جو وفي تي. وف إيل و إل عندنا أ إي تي وف نو عندنا إي أو إن إس وف فو عندنا إي أو زد وف إل أفيك إس عندنا أ إي أو إن تي. إذن إل أشنو عندنا؟ عندنا إل فينيسي أ إي تي جو عندنا هنا في جو عندنا أ إي إس إذا نقولو جو دوني فو عندنا إي أو زد إذا نقولو بو فافا دي إي وبالنسبة لنو عندنا إي أو إن إس إذا نقولو نو سيزيسيون. أوكي نو سيزيسيون. إذن هنا بالنسبة هاد التمرين سالينا ننتقلو لا كيسيون سويفونت. إذن بالنسبة للمكون أورتوغراف دون لو فيمينان دي مو سويفون. إذن عندنا لو فورماتور بالنسبة للمؤنث ديالها لو عترجع لها لا فورماتريس لا فورماتريس. أوكي أو أ لا فان إذن لا فورماتريس. إذن أن انسيتور غنقولو أن انسيتيتريس إذن نكتبو انستي. أوكي institutrice. إذن هنا هنا institutrice. très bien. نمشيو le travailleur la travailleuse. إذن عندنا هنا travailleuse la travailleuse. إذن عندنا un directeur une directrice une يعني مدير مديرة. إذن une directrice. إذن سين هنا R. إذن directrice R. une directrice. إذن عامل عاملة مكون أو فورماتور فورماتريس انسيتور معلمة معلم معلمة. إذن مذكر ومؤنث وهادو سو سون دي ميتي مهن. إذن كيسيون 2 كومبليت كوا. إذن كومبليت سي فراز بار دي زوموفون غراماتيكو كونفونابل. إذن شنو هما لي زوموفون؟ هما الأسماء أو الكلمات اللي كيكون عندهم نفس النطق ولكن المعنى مختلف بحال بخي بخي بخي. إذا كتسمعوا نفس النطق مي معاني مختلفة. إذا بالنسبة لبخي الأولى اللي بلا إس هادي كتعني بحال واحد فيرما. أوكي حاضرة اللي كياكلو فيها. أوكي اللي كيكون فيها ليزير بالأعشاب اللي كيتغداو بها مثلا اللي كياكلوها مثلا الحصان إكسيتيرا. إذا بخي أفيك إس كتعني المعنى ديالها سهلة قربة. إذا قربة شي حاجة. إذا هنايا ضروري كيكون موراها بخي بوزيسيون. أوكي بالنسبة لبخي افيك تي هذا غنقولو بحال إما أدجيكتيف ولا هنا أدجيكتيف اللي كيعني مستعد. جو سوي بخيت أنا مستعدة. جو سوي بخي أنا مستعد.
بوندو ليتي ديرني نو سون بارتي اون فاكونس دون ان دوار. اذا في الصيف الماضي مشينا انطلقنا مشينا في فاكونس دوار قريب من مراكش. اذا شنو نقولوا بخي؟ اذا بخي افيك كوا؟ افيك اس. اذا نقولوا بخي دو مراكش. نمشيو بي. مون كاميرات سليم اي توجور مستعد باش يمشي. اذا هنا شنو نقولوا بخي؟ وبالنسبه لاو هنايا كيكون عندنا او سيركونفليكس. اذا نكتبوا اي بخي، اذا يعني مستعد باش يمشي للصاد باش يلعب الماتش ديال الفوتبول. لي غيم اي سي زامي دو كلاس فون اون برومناد دون. اذا كيعملوا واحد جوله فين واحد لو بخي اللي قلنا بحال الفيرما اللي كتسمى هنا عندنا بخي كتكتب هيدا كي سو تروف اوكي بخي دو لا سورتي دو فيل. اذا بخي هنا نكتبوا قربه اللي كاين قربه الخرجه ديال المدينه. اذا بخي قربه ممكن نقولوا قربه افيك اس بخي كوم سا. اذا سالينا اوكي بارتي اورتوغراف ننتقلوا بارتي مواليه. La question 3. Réécris au féminin pluriel le texte suivant en portant les modifications nécessaires. إذا نحاول نكتبو بالنسبة لهاد الجمل أو هاد الباراغراف نحاول نكتبو أوكي نحولوها لفيمينان بلوريال، هي في المفرد المذكر يعني سانغوليي ماسكولان، نحولوها لجمع المؤنث فيمينان بلوريال مع طبعا التغييرات. إذا نكومونس. إذا مون، إذا نقولو مي، أوكي مي، ميور، مي ميور، كوا؟ أمي. إذن أمي أو إس في الأخر. سون، إذن نقولو سون ريغوروز. إذن هنايا بالنسبة لاكورد دو لادجيكتيف أفيك لي نوم، يعني لادجيكتيف كاليفيكاتيف كيتبع الأسماء اللي كيوصفها في كل شي في لو جون إي لو نوم، يعني في عدد. إذن لو نومبغ يعني في سانغوليي ولا بلوغيال مفرد أو مذكر، كذلك فيمينا أو ماسكولان يعني لو جون مذكر أو مؤنث. إذن هنا نقول سون ريغوروز فيرغول اوكي صفة كاملين ترافايوز اوكي ترافايوز اوكي اي سيريوز اي جديات اي سيريوز اوكي بوان. إذن هنا عندنا اون اوتر بالإضافة اون اوتر إذا رجعوا للسطر إذن اون اوتر اون اوتر اون اوتر سو سون. إذن هنا نعملو سو سون دي دي انترجا سو سون دي تري غراند تري غراند سبورتيف سبورتيف اوكي سو سون دي غراند سبورتيف بوان. إذن هنا نعملو ال افيك اس إذن نكتبو ال افيك اس اي سون اوسي اي سون اوسي جوفيال جو جوفيال اس اوكي فيرغول اميزونت اميزونت بويسك بويس كيل. اذا هنا غيكون عندنا كوا او دوزيل او اس. اذا بويسك بويس كيل كوا ريوسيس. اذا حتى هذا غيتصرف ري ريو ريوسيس. اذا هنا سيس ENT à la fin. Et donne toujours, toujours, ok, à nous faire, à ne faire quoi? Rire aux éclats. Rire aux éclats. Et bien, nous avons dit que nous avons dit le verbe. D'ailleurs, nous avons dit que nous avons dit féminin pluriel. Nous avons dit que nous avons dit féminin. إذن ما يكونش عندنا هنايا يكون عندنا يتبدل عاوتاني ما ميور أمي إي ريغوروز ترافايوز سيريوز أون نوتر إلي تخي غراند سبورتيف أوكي إلي أوسي جوفيال. ما يكونش بزاف تغيير هنا في مينا بلوريال أوكي حولنا من المفرد المذكر في مينا بلوريال على حسب شنو مطلوب. إذا نمشيو برودكسيون دو ليكري إكري أن تكست انفورماتيف دو 4 أ 5 لين دون لوكيل تو فا بارلي دو سمارت فون كوم أون إنفونسيون إيتونونت. إذا هنا نهضرو على واحد لا كرياسيون ديال سمارت فون. إذا بالنسبة لكيفاش غنكتبو البرودكسيون ديال ليكري كنضرب واحد المقدمة كنهضر فيها على سمارت فون، كنرجع كتكون فيها ستار ستار ونص، أبخي كنرجع للعرض. العرض غنعمل فيه جوج صورة ولا ثلاثة كيهضر على يعني سمارت فون علاش كنستعملو. في الخاتمة غنقولو أننا مثلا ممكن ناخدو الإيجابيات ونبعدو على السلبيات. إذا غنحاول باش منطولش عليكم غنكتب البرودكسيون ديال ليكري ونرجع ليكم. إذا نشوفو نموذج، إذا نبداو بمقدمة، أوكي إنتخدوكسيون، لو سمارت فون إي دوفوني أن إيليمون إيسونسييل دو نوطخ في كوتيديان، كمقدمة،
إذن السمارتفون هو عنصر أساسي في حياتنا اليومية. Nous utilisons le smartphone à diverses fins, telles que rester en contact avec la famille et les amis, prendre des photos, écouter de la musique, écouter la musique, jouer à des jeux et surfer sur Internet. En résumé, on ne peut pas vivre sans smartphone dans nos jours. إذن ما معنى في الخاتمة؟ يعني كنعملو واحد الحاجة إما كنكتبو بغيف ولا أن ريزيمي يعني في الخاتمة. إذن كاختصار ما يمكنش نعيشو بلا سمارتفون في أيامنا هادي أو دونو جوغ. إذن هذا هو إذن هاد أوكي نموذج ولا موديل ديال برودكسيون دو ليكري. إذن قراوه. لو سمارتفون إي دوفوني أن إليمون إيسونسييل دو نوتر في كوتيديان. نو إتيليزون لو سمارتفون أ ديفيرس فان تيل كو rester en contact avec la famille et les amis, prendre des photos, écouter la musique, jouer à des jeux et surfer sur Internet. En résumé, on ne peut pas vivre sans smartphone dans nos jours. إذن بهذا نكون سالينا التصحيح ديال هذا النموذج. نتمنى لكم تكون شكرا وإلى اللقاء.